السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي اخواتي على اليوتيوب. هذه فيديو دار حمداش او يقود هذا الوزير عمار بن يوسف عدو الله ورسوله. ثم دوكا هو اللي ولي عنده الحكم يحكم ما بين الناس من هو عدو الله ورسوله ومن هم احباب الله ورسوله. هو ينتمي الى الطائفة التي تحب الله والرسول وعندهم أعداء. من هم أعداء هاد الناس تاع حماداش وصحابه؟ هما أعداء الله والرسول. بون دوك نشوفو حنايا وشنو هما الأدلة اللي عنده باش يكفر اون كالكو سورت بليس كو تكفير. تكفير تسمى يقدر يكون سلمي، يقدر تكون كافر بصح ما تفيد السلاح، بصح هذا عدو الله تسمى راه يحارب. هذا تجوز عليه القتل ويجوز عليه تسمى عرضه ماله كل شيء حلال. ونسمعوا هاد الحمداش واش هو يقول عليها. الحمد لله الحق المبين والصلاة والسلام على إمام المرسلين. ثم أما بعد، وزير جزائري اسمه عمارة بن يونس لم يمت للإسلام بصلة. أفكاره فرنسية، أفكار سعودية، نموذجه فرنسي، نموذج تاعك انت سعودي هذا ما نقدرش تنكره، قدوتك السعودية، أسلوب تاعك سعودي وتاع الدعاة تاع السعودية تاع البيلاط عم يدو في تشيبات ويداويو في أوروبا. أنا نشوفو فيهم إيديولوجيته التي يحملها فرنسية، إيديولوجية تاعك تكفيرية وهابية سلفية سعودية، ني مواني بلوس. وليش اللي جابها الله والرسول؟ تكذبش عليهم. مولوع بفرنسا، انت مولوع بهذوك الشيوخ تاع السعوديه التكفيريين الوهابيين. حديثه من الصباح الى المساء ضد الاسلاميين، ضد الاسلاميين. حديثك من الصباح الى المساء تكفير الناس وتكفير المسلمين. كفرت كاع العباد، غير انتم اللي عندكم الحق. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي يطلع النهار وانتم تكفروا في العباد. هو في الحقيقه ضد الاسلام. ماشي انت هو الاسلام باش تقول هو ضد الاسلام. انت وهابي سلفي، ما راكش مؤهل باش تتهمو ضد الاسلام. قول هذا ضد السلفيه راني معاك، بصح باش تقول ضد الاسلام تقدرش تتهمو ضد الاسلام. اختي انتوما ماشي الاسلام وتبوينتي عليه الصبع تاعك هكذا، يا انت ضد الاسلام. انت الناس قاعد ضدكم، اغلبيه قاعد ضد السلفيه هذه. رجل يناوي القران، وانت تاويل تاع القران قاع حرفتوه. سلفية تكفيرية الوهابية، القرآن ما حرفتوش بصح التأويل تاعو حرفتوه. يخاصم النبي عليه الصلاة والسلام، وانت قانت راك تخاصم في النبي كي راك تأول القرآن فوق. يخاصم السنة، وشكون هما السنة؟ حبيت تدخل روحك في السنة انت قانت. انت سلفي، انت ماشي سنة، انت ماشي سنة الرسول. انت تتبع ديجا ابن تيمية، هذاك هو القدوة تاعك. واش دخل الرسول مع ابن تيميه؟ في وقت ابن تيميه الناس قاع كفروه. هذا اللي راك تقول حبوا يقيموا عليه الحد، اما ان يقتل او يسجن ابدا كان يقولوا عليه العلماء تاع وقته، كبار علماء تاع الزمان تاعهم. حبيت ترجع روحك انت قاني تسنه. رجل افكاره غريبه عن المجتمع الجزائري، ما منت الافكار تاعك ولا غير غريبه عن المجتمع الجزائري، ونتحدى كاع الجزائريين بلي الافكار تاعك غريبه كاع. واحد ما يستعرف بالاقوال تاعك. لماذا تنصبه وزيرا؟ وانت يا شكون اللي نصبك داعيه في الجزائر؟ روح تدعي في السعوديه والله ما يخلوك. تدعي لي في السعوديه، روح دعي في السعوديه. جينا هنا للجزائر، شكون نصبك تجي تدعي للجزائر؟ غير الوقت تاع الجزائر ما راهوش مليح، وكاين مؤامره تاع الجزائر ايتيتيرا، وانت واحد من العملاء تاع المؤامره اللي راهي تندارها الجزائر. علاش انا مخلاوك شغل هكذا وليبرتي سينو تاع انت انا نيكسبيرسيك السعودية روح. ما هي العلاقة بين عمارة بن يونس والشعب الجزائري؟ ما هي العلاقة بينك انت يا حماداش والشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري ماشي سعودي، سي با زان غورو. الشعب مسلم، عقيدته مسلمة. الشعب مسلم والعقيدة تاعو مسلمة، والعقيدة تاعو ماشي تكفيرية وهابية سلفية. ما عندك حتى علاقة مع هذا الشعب هذا. يريد شريعة الله، شعب يؤمن بالصلوات، يؤمن بالمساجد،
يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام يحب وما نمنوش بالأجندات الخارجية تاع المؤامرة تاع السعودية والمريكا. يحب اللغة العربية. ما لنا ومال هذا الرجل؟ هذا الرجل هدايا ما لقري عندك الحق وشاك تقول يكره الإسلام ولا مانيش عارف ولا على بالك كاين منها بصح يكره الإسلام ديالك هذاك اللي راك جايبه من السعودية. ونقول لك حاجة والله غير كافر عادي اللي يحكم فينا ولا انتوما سلفية هادوما. شوفوا واش دتو في أفغانستان باكستان ليبيا مصر سوريا ريبتو هما زاكو تقولوا زيدوا ريبو تبعتوا العباد يفجروا روحتيهم يقتلوا روحتيهم. ليبيا ذات الله ميم شوت وين حبيتوا تضر وتزاير 10 سنين وانتم ديروا فيها وما دابيكم تزيدوا تعاود تقولوا ما كاش هذه المره تربح انت والدين هذا اللي جبتو روحكم الباجاج تاعك وسهل عفت كيطلع ذلك. كيف يكون وزيرا على مجتمع جزائري يؤمن بالقواعد الثلاثه الاسلام ديننا وحنا نمنو قانيت بالرحمه والمسامحة ونتعاملوا بيناتنا بالأفكار مختلفة ونتفاهموا كذا ماشي كيما السعودية مغلوقين لازم تكون كيما أنت ما تكونش كيما حنايا أنت كافر لا هذوك حنا عندنا مسلمين عرفتهم يشهدوا بصح العقيدة تاعهم إتسيتيرا كاع فوق ما نمنوش بهم. هذو أفكار غريبة على المجتمع الجزائري. كنت تكسي باباك وتكسي يماك يقولوا لك كيفاش كانوا عايشين الجزائريين جيتوا أنتوما دخلتوا لهم هذا الإسلام تاع السعودية ولاو تعرف متى ولاو يهربوا بالجوامع ولا ما يصلوش ولا يزني ولا الحشمه راحت هذا كاع نتوما بالدين ديالكم هذا اللي جبتوه سيونس فيكسيون سيونس فيكسيون غير الجنون وبدا بسم الله الرحمن الرحيم. والعربيه لغتنا والجزائر ارضنا. رجل مشرب بالافكار الفرنسيه والافرنجيه وانت مشرب بالافكار التكفيريه الناس كاع كفار عندك غير نتوما شكون نتوما سلفيه يا الله محمد رسول الله شدك اللبسة شدك الحطة شدك الهضرة مولوع بالحضارة الغربية بزبالات وانت مولوع بالتأخر السعودي تير مو انت مولوع به تحب لاميزات تاع السعودية تحب المرأة ما عندهاش الدروة تصوب جوسكا بريزون ما عندهاش الدروة فوطي ما عندها اوكان دروة الان عليك ما زالك هذاك مولوع به تحبه ثقافة التأخر زيدوا لي الله فيها ونقائها. فنحن نقول أن المقاييس التي ينبغي أن تختار بها الوزراء ما بحنا نقول المقاييس التي يجب عليها أن يقوم عليها الداعي في الجزائر مختلفة تماما على المقاييس تاع السعودية. احنا في الجزائر هي على التسامح وعلى لا سوسيتي ملتيب مخلطة كاين وكاين كل واحد عنده الأفكار تاعو اللي يزيدي وما كان حتى إشكال في هذا يا أخي كيما السعودية هيني فورم تكون معايير دينية أخلاقية إيه معايير دينية ماشي معايير تكفيرية سلفية هي وطنية كفاءات أنت عندك كفاءات أنا أتحداك أنت جبت لي دبلوم لهنا في الجزائر واش عندك وين قريت هنا قريت في الجامعة الإسلامية عقليش دات 16 دات 3 سنين عمرو الكلاس دات لافاج تيربو تماك وجاي لينا تجري لهنا 3 سنين هما يعبيو لك الافكار تاعهم ما عندكش انت لو سيربو باش تاناليزي لو فريج يفو ما قريتش في الجزائر انت ونتحداك جبد لي شهاده واحده شهاده عليا في الجزائر تاع الجامعه الى غير ذلك. ماذا فعل من الصباح للمساء يطعن في الاسلام وانت واش دات من الصباح للمساء وانت تطعن كاع العباد الله لا هو يطعن فيكم انتوما ماهوش يطعن في الاسلام ما يطعن فيكم انتوما اللي شوهتوا صوت الاسلام والمسلمين انتوما اللي شوهتوها وراه يطعن فيكم وانتوما ماشي الاسلام باش تتهموا باللي راه يطعن في الاسلام ما تلعبش بالكلمات هكذا وانت كيف ملي طلع النهار حتى الغروب الشمس انت تطعن في هذا وتطعن في هذا وهذا كافر هذا خرج من المله هذا قريب الى الكفر هذا قريب الى الشرك هذا كذا انتوما اللي عندكم الحق كيف طعن في النصوص يبحث الا عن الشبهات يضرب هذا بهذا ويضرب هذه الشبهه بهذه الشبهه لو كيما هو راه يتعامل معاكم انتم كيما انتم راكم تتعاملوا مع كاع العباد ما طلقتوا حتى واحد هو مورا مسيب ليكم انتم كاع العباد غير كيما انتم اللي عندهم الحق هذا هو حديثه. ماذا فعلت للجزائر وانت واش درت للجزائر راه يحكي لنا هل انتجت لنا طائره انتم بنيتوا طياره سعوديه ولا كش ما درتوا
حاسب روحك قبل ما تحاسب الناس. هل صنعت لنا سيارة؟ أنت صنعت سيارة يا أخي كدابية. أنت صنعت سيارة أنت. كشف السعودية ولا الحلفاء تاعكم في الخليج كما صنعوا طيارة. هل ابتكرت لنا دواء؟ وأنت ابتكرت دواء سعوديين ولا قطريين ولا الكويتيين ولا دو تاع الخليج كش ما ابتكروا؟ ليه ما تكذب السيد؟ حنا درنا دواء عندنا شركة جزائرية تخدم الدواء. وعندنا الكفاءات العلمية وهذوك السعوديين كش ما عندهم؟ ياخو لي فرنسي هما عندهم ياخو نكابي لهم كش ما ندي العلم؟ ما صدقتش نروح نشوف جوابنا نروح نشوف العلم هو عند الكفار تحب ولا تكره ولا روح عند الإيرانيين بصح هذوك شيعة ما تحبهمش هذوك قانيت كفار هذوك بتاكلوا طوموبيل بتاكلوا طيارة بتاكلوا دواء بسم الله هذا هو المقياس تاعك. هل أصلحت الطرق؟ هل أزلت الزبالات من طرق المسلمين؟ وانتو ما درتوها هذه روح شوف حومتك. ماذا صنعت؟ وانت ماذا صنعت بخلاف التدمير والتفجير والعمليات الإرهابية واش درتو؟ وعندكم تلدد في هذا عندكم واحد لو بليزير كيديروا هذه العمليات هذوما الدمويه التكفيريه عندكم واحد تلدد هذه العمليات الارهابيه تحبوهم يا صاحبي في الدم. حديثه الا الطعن في الاسلاميين. وانتم ما قال الطعن في الاسلام طعن في الاسلام لو كان تحت سقسينا بورتوكي يقول لك بلي الاسلام مشى بالسيف والدم وكذا ومن ولا باسكو هذا الاسلام تاعكم ماشي الاسلام النقي اللي نزل عليه ربي سبحانه القران وبعث نبي عليه كيف الاسلاميون هم المسلمون ماشي ما تخلطش ما تدربليش الناس بالاسلام والمسلمون انت ماشي الاسلام انت يعني. انت ماشي الاسلام انت انسان شاهد والعقيده تاعك تكفيريه وهابيه ما عندها ما انزل الله بها من سلطان ما تخلطش شعبان في رمضان الاسلام حاجه وانتم حاجه انتم كونتر الاسلام انتم السلفيه الوهابيه التكفيريه ضد الاسلام هم المستمسكون بشرع المطالبون بعودة تحكيم شريعة الله عز وجل. لا راك تمعني عودة العشرية السوداء غير خليها عندك ولا ديها للسعودية. انا راك بديت تروح بعيد. المنبهر بفرنسا ماذا فعلوا؟ والمنبهر بالسعودية ماذا فعل؟ تأخر على تأخر. ماذا صنعت بهذه الأمة؟ وانتم واش درتوا للأمة هذه؟ منبهر بالسعودية واش درتوا لهذه الأمة الإسلامية؟ شوهتوا صورة الإسلام والمسلمين في العالم بإسره. العالم كومبلي شوهتوا الإسلام والمسلمين أدخلتم الأخلاق الفاسدة العقائد الفاسدة الأفكار المنحرفة عن ديننا متأثرون بأوروبا وفرنسا دخلتم الأفكار التكفيرية الأفكار الجهادية الأفكار القتالية الأفكار التفجيرية هذا واش جبتوا انتم قانيت المنبهر بفرنسا ماذا فعلوا انت متأثر بالسعودية والدم تحبوا الدم نحن نقول إذا كانت هذه أفكاركم وإديولوجيتكم وفرنسا هي نموذجكم الحقوا بفرنسا وحنا نقول لك قانيت لكان الأفكار تاعكم نموذج تاعك السعودية الحق بالسعودية بون خليكم لا بروشان فوا زيدو نديرو كومونتير على فيديو واحد أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته